طبعا اني كلش احب اكل الباذنجان، اني كلش طيب على فكره طعمه. زياد يحكي بالتليفون وقاعدني هنا يقول لازم تقعد. اكيد عظم الله اجورنا واجوركم. مصاب الحسين عليه السلام هاي الايام شويه ايام حزين، بهاي الهوسه هم اجي اشوفه اذا شيء مخربط احيانا مثلا اغير. طيب اذا سويتوه راح تدمنون عليه، واني دائما انصح للحل المنقذ لانه يصير. انصحكم هسه تقومون تجربوها، لا تنتظرون الباكر، هسه قوموا. هلا ويا احلى عائله، شلونكم كيكاتي؟ اتمنى كلكم تكونون بخير. طبعا فيديو اليوم هو روتين مسائي، اخذتكم وياي بروتيني المسائي الكامل. اتمنى تستمتعون بهذا الفيديو، واذا انتم اول مره تشوفوني كل الهلا بيكم. اني اسمي ساره، طبعا اسماء الكيكات الحلوات اليوم وياي، وما اريد احد يزعل مني صدق دا اختار الاسماء بطريقه عشوائيه. ويانا حنين من بلجيكا، منار من بغداد، وزينب من العراق. ما اريد اخلي المقدمه طويله، يلا 1 2 3 وخلونا نبدي بالفيديو. طبعا اليوم عاجبني اسوي عشاء سهل وبنفس الوقت سريع وما ياخذ من عندي وقت. هاي الاكله لها هوايه اسماء، نصح لها محموس، انا بالنسبه لي اصيح لها محموس، نصح لها تشيلي فراي، ناس ابو الياس قال لي انه بالتركي صحيح لها شكشوكه، فهي لها هوايه اسماء. انتم شنو تسووها؟ عفوا تسموها. اول شيء انا خليت الزيت وهسه خليت الطاوه حتى احمس البصل والفلفل وبنفس الوقت اقلي الباذنجان والبوتيتا حتى بسرعة أكملها وما تأخذ بيدي هواية وقت. اليوم حبيت أشارككم بروتين مسائي على طلبكم. أنا سألتكم قبل يومين يمكن أو قبل روتينين، قلت لكم تريدون روتين مسائي له روتيني ويا إلياس. التعليقات صارت تقريبا نفس الشيء، ناس تريد هيك وناس تريد هيك، راح أسوي الروتينين أكيد. بس اليوم حبيت أسوي لكم روتين مسائي، يعني نسوي بيه الطبخة مالتنا هواية شغلات، بنفس الوقت راح نسوي حيلة التنظيف أم 10 دقائق. راح اتغير من يومكم، راح اتغير من روتينكم هوايه. فاني اول شيء هسه راح ابدي بيه شنو؟ راح نبدي نحمس البصل عندنا هنا والفلفل. طبعا انا اذا متابعاتي القديمين يعرفون انه انا عندي جهاز قليل، بس صراحه انا شويه مزاجيه. بالبدايه كلش حبيته، شوف طفيت الطباخ بيدي، بالبدايه كلش حبيته وكلش هواي كنت مرتاحه لاستعماله، ولحد الان دا اتندم لان دا استعمل طاوه. بس الفكره انه تعبت من تنظيفه ومليت، فلذلك شجعوني بالتعليقات حتى ارجع استعمله، لان صراحه تقلابي اسهل، ما تصير الريحه بالبيت كلها ريحه قلي، واحس هيك مش زيتي هوايه، فبالتالي يعني ما اقعد اقلي على وجبات، اقلي على وجبه واحده بس انا متملله منه. تخيلوا يعني حتى اخر استعمال بعد استعملته، حتى يعني بس مجرد فرغت الزيت مالته ومنظفته عادي. احنا كلنا نمر بهاي الحالات انه احيانا منشي وبعد حتى ما يعجبنا النظفه، مع انه هو تنظيفه خلينا نقول صعب صراحه لانه يتفسخ كله، وعامه المنشي يكون بزيت زيت زيت، التنظيف يصير كلش صعب. فكتبوا لي تشجيعات حتى انظفه. على ما راح ابدي اني احمس هنا الزيت بعد ما حامي، يحتاج لوقت. بس هنا عندي الزيت حمى هذا، شوفوا انا قطعت دقيقه مثل ما تشوفون، انا قطعت هنا مربعات بصل وفلفل اخضر، وقطعت باذنجان، وقطعت بطاطا، وقطعت شو اسمه الطماطم، حتى كلها اكملها. لقيت باذنجان هاي طافره. طبعا المحموس اكو ناس تحمس كل شيء، يعني ما يقلون بالزيت، لا يقلون باذنجان، لا يقلون البوتيتا، اني احب اقليها احس تنطي نكهه اطيب وقرمشه للاكله. يعني طبعا عندي الزيت حنا، فهسه راح اقلي الباذنجان همين، راح املحها شويه. بسم الله. طبعا اني كلش احب اكل الباذنجان، اني كلش طيب على فكره طعمه، ويا شويه ملح رهيب. من يحبون ياكلون باذنجان لو بس اني. طبعا هسه بعد ما عندي استوى الفلفل والبصل راح اخلي عليهم الطماطم. طبعا هاي مثل ما تشوفون انا قليت الباذنجان والبوتيتا، هسه شويه دا احمس المعجون على السطح بعدين حتى اخفق. قولوا لي انتم تحبوا تخلوا له معجون تسووه احمر، لو هيك تحبوه بالوانه تاكلوه. حتى هسه اخلي وياكم البهارات، وهنا انا طبخت شوربه عدس همينه، هسه بس ينحمس عندي راح اكمل. اوكي طبعا هسه راح اخلي البهارات، اكيد ملح هذا الشيء يعني لابد منه، ورشه بابريكا حلوه، رشه فلفل اسود خفيفه، وكبابه. طبعا
طبعا الكبابة اذا تسووه بالدجاج وتخلون بهارات الكبابة يطلع يجنن. ونهاية رش الكاري. شوف البصلاية ما انحفرت، بس عادي هاي لازم اني يو رش هواية. لازم اني ورا كل طبخة انظف كل هذا. احنا شربتنا الحلوة هم بدت تفور. بسم الله الرحمن الرحيم. اسرع عشاء لو مو اسرع عشاء، والله العظيم ما ياخذ وقت. ها واحد مرات يمل ما يعرف شو يسوي اكل، يعني ما اعرف انا دائما مراتي شيء احير بالاكل حيره، وخليني اكون صريحه وياكم، انا ابو الياس نباتي، يعني مثلا مرات اقول يا الله ثاني لو ما الواس اليوم اطبخ ايش قد حلو، اجيب لي افخاذ دجاج وياها بوتيتا على طماطه على بصل على فلفل تدخل للفرن واحلى تبسي دجاج، بس ما اقدر اسوي له، لازم افكر بابو الياس شنو اطبخ له، فهنا دائما اواجه صعوبه بالاكل وما اعرف شو اسوي. هذا عشانه وسلامكم العافية، اليوم عشانه شي بسيط لان اصلا الوقت متأخر. طبعا ابو الياس كلش يحب الليمون ويا شوربة العدس، وهو علمني عليها صدق تطيها نكهة كلش طيبة. هسه حنروح ناكل وارجع لكم بعد العشاء ان شاء الله. طبعا هذا العشاء يرهم ويا شنو طرشي، بس تتذكرون الروتين اللي نزل قبل يومين اللي ابو الياس كان جايب طرشي؟ خلاص حبيبي بعد لا تجيب علبة واحدة، جيب ثلاث علب يا دوب تكفيني. ماشي حبيبتي، ليش ما تسمين هذا انتين؟ والله فكرة تريدون اني اسوي لكم طرشي؟ طيب؟ والله اني طرشي مالتي طيب، بس دون صار لي فترة كلش طويلة ما مسويه، ما اعرف ليش. يلا طبعا هو مشتهي الطرشي مالتي، صار له يومين يقول لي سوي طرشي. تدلل اسوي لك طرشي بس مو اليوم، اليوم دنيا ليل. يلا احنا نروح ناكل ونرجع لكم. زياد قاعد يحكي بالتليفون، وقاعدني هنا يقول لازم تقعد يمي وتشيلني وانا احكي. قاعد يحكي بالتليفون هني. هاتين قصة التتي، قصة الكوكو. دايخابر ماما بس انت فضيحة، هيك اسرار بيتنا كلها تنشرح حاليا. راح انام. بابا انا بابا ايش بي بابا مو زين؟ ماما مو زين. بابا وماما. بابا ماما. اوكي. ايه دايسالو شلون ابوكم؟ كافي خلصت فلوسك، كافي شمرت التليفون راح تخربه. هو التليفون بكبر وجهك يا امي. باباي 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 دي يقول يشرح لاصدقائي، يقول اي 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 وهيك اجا وراحوا عندي ماما، اي راح اشرب ورا شويه. اي ديتش هاي دي قدش لو دي قلبني ولو انت تحكين كوكو، يقول اهلي موقفين الكوكو. شغلي لي يا ابو شغله. طبعا خلصنا العشاء ونيمت الياس، سبحته ونيمته، سرح انظف المطبخ حتى بعدها اسوي نوع حلا سهل، لان انا سالت البنات بالانستغرام قلت لهم انطوني نوع حلا، طبعا كتبوا هوايه انواع حلويات بس الاغلبيه واكثر التعليقات كانت تريد نوع حلو بالنوتيلا ويكون سهل وسريع، فهذا الشيء راح اسويه اليوم، لان انا اساسا الوقت عندي متاخر وانا شويه تعبانه بصراحه اليوم، فهسه راح اشيل المواعين، لان انا اثناء ما كنت اطبخ ايش اتوسخ غسلت ابقى هذا المواعين هسه مال الاكل اللي اكلنا بيها. طبعا سويت شاي وشربنا شاي بعد العشاء همين، هسه على السريع راح المم هذني وابدي بتنظيف المطبخ. هاي خلصنا ترجيع الاغراض، هسه راح ابدي اغسل بالمواعين، فراح اقرب لكم الكاميرا هنا لان ادري بكم تحبون غسل المواعين. هسه راح ابدي اياكم غسل المواعين، طبعا هذا اجتني عليه كم سؤال بنات، هذا هو هيك يعني على العين السحريه يشتغل، مجرد تشوفوه اخلي الشيء قدامه يدي ينزل زاي، صراحه حسيت شكله كلش حلو. ابو الياس طبعا هو جاب لي واحد كتجربه بس انا كلش حبيت شكله، فهو راح اشتريت الثاني، حسيته جدا جدا حلو، احس الزاهي خلاص بس مو مشكله عادي. وخلص الزاهي قام يعاني. طبعا انا غسلت السينك وهسه راح ابدي بغسل المواعين، مثل ما شفتوا قبل شويه انا خضيتها كلها، لانه صراحه انا احب مثل ما قلت لكم اخذهن واخلص من الزيت المتبقي، بحيث لانه ما عندي سينك ابو اثنين، اللي عندهم سينك ابو اثنين عادي ما يسوون هذا الشيء، لان ممكن بسينك يغسلون المواعين وبسينك يخضوها، بس انا لانه يعني واحد بس فاحب دائما اغسلهم واخذهم بالبدايه من المي وبعدين اجي اغسلهم بالتايت.
يشوفون خلصان. هسه راح اعبيه من جديد. كلش حبيت شكله، كلش راقي، احلى من ما انه تخلون بطل الزاهي او بطل الصابون يمكم على السنك. شكله حلو وانيق. انا قبل اذا تذكرون كنت مخليه قزيز ومخليه اني عليها فراشات ورديه، بس ما اعرف هذا حسيته شوي شكله حلو ما من التغيير. واذا كلهم بعدهم موجودين يعني اذا قابل من شكل هذا اخذي هذاك. طبعا هذا الزاهي اللي اني دا استعمله هو بي جل الاوليفيرا وبي فيتامين اي، فابد ما يأذي الايد يعني. دائما خلي الايد نعمل المرات. اشوف بنات كتبوا لي ليش ما تلبسين شفوف، مو زين على ايدك. هذا الزاهي اصلا هو ينعم الايد يعني. وابدا اني ايدي من النوع عندي تحسس يعني. اتذكر مره ابو الياس راح ما لقى هاي النوعيه من الزاهي وانا كنت مخلصه، فقلت له عادي جيب اي نوعيه. مجرد ما غسلت بيه مرتين راسا ايدي تحسست، فخطيه راح ثاني يوم على يعني من نفس المحل اني اجيبه من ماركت كلورايت، هو ماركت بوني. هسه اشوفكم شكله، فراح خطيه على غير منطقه مدينه حتى يجيب لي اياه لانه ايدي كلش تحسست. بس هذا باعوا هيك شكله يصير، يجنن بنات. سعره تقريبا يمكن يورين او ثلاثه، ما متاكده من السعر لانه ابو الياس هو يشتري. شوفوا حتى هاي هنا أنا مكتوب انه هو اوليفيرا بي وبي فيتامين اي. واكيد عظم الله اجورنا واجوركم مصاب الحسين عليه السلام. هاي الايام شويه ايام حزينه، بس دائما وابدا نقول الحمد لله على كل حال. قولوا لي شنو سويتوا بمحرم، سويتوا ثواب لو بعدكم، واذا سويتوا الثواب ويا من سويتوا بلمه لو وحدكم، شنو الشيء اللي طبختوه وزعتوه، رحتوا زياره الكربلاء لو لا، احكوا لي التفاصيل بالتعليقات. احب اشوف انتم هم شو تسوون مثل ما انتم تحبون، تشوفون اخباري وتشوفون روتيناتي وكل شيء اسوي. انا هم انا احب اعرف كل شيء عنكم لان كلش كلش احبكم وكلش احب اسمع اخباركم. طبعا انا دائما اغسل المواعين العشاء ورا ما نايم الياس، لانه احب اغسلهم مره واحده وانظف المطبخ مره واحده، لانه صراحه من هو موجود يظل يبكي ويخبصني ما يخليني اكل. هذا المطبخ هم خلصته. طبعا انا بعد عندي وقت، لذلك بالعاده انشف السله، بس صراحه بعد عندي وقت يعني اقدر هي لما تنشف اشيل هذا شويه. هسه اروح اقعد ارتاح لانه تعبت اليوم كله، قضيته ركض بركض لان اصلا انا هم نظفت البيت يعني. فها هي ضروري تنامون، صدقيني ثاني يوم من تقعدين تلقين مطبخك نظيف، بيتك كله نظيف، راح تحسين بفد راحه كلش نفسيه، بحيث راح تحسين انه الوقت عندك طويل وتقدرين تسوين هواية شغلات بيومك. طبعا أنا أريد أنصحكم وأتمنى تسوون هاي الخطوة بروتينكم المسائي اللي هي تخلين 10 دقائق للبيت. بما معنى مثل ما تشوفون هسه أنا جيت للصالة دا أسوي بيها كل شيء مخربط، أخذ جولة للمطبخ، جولة لغرف النوم، أي شيء مو بمكانه يترتب ويتعدل ويرجع لمكانه. هذا الشيء راح يخليني أقعد ثاني يوم أنا جدا مرتاحة، بيتي جدا نظيف وما بي أي هوسة. طبعا أنا المطبخ أنظفه كامل، السلة أفرغها، أنشف المواعين، ثاني يوم من أقعد أقعد كلش مرتاحة. هنا أنا قلت لكم سبحت الياس بصراحة لأن نومت رأسا منظفت الحمام، بس أنا حتى لو ما بي هاي الهوسة هم أجي أشوفه إذا شيء مخربط. أحيانا مثلا أغير ملابس لولو ما أخليها بالملابس الوسخة، مرات الياس ألقى ألعابه بالحمام كلها ألملمها بحيث ما يبقى عندي أي شيء مو بمكانه. هم مثل ما تشوفون هنا داخلي ملابس وسخة بالغسالة، أجهز الغسالة مثلا دائما قبل بيوم بالليل. هاي ملاعب الياس بكل مكان في دول عيني. طبعا أني الشاور ما أغسله، بس مجرد يعني أخضه بالمي لأنه هو مو تنظيف الحمام، تنظيف الحمام ثاني يوم يصير ويا الحمام. بس مثلا تكرمون المغسلة التواليت لا، هاي يومية تتنظف بالليل وتتنظف ويا تنظيفة الصبح، كلش ضروري يعني ما أعوفه لأنه أكثر مكان يتكون بي ويتجمع بي البكتيريا، فضروري ينغسل من مرتين إلى 3 مرات باليوم. غيري روتينك وضيفي له هاي الإضافة، وإذا أكو بنات أصلا ليسوون هذا الشي يوميا خلي كتمون للبنات حتى تعمل فائدة. وإذا فعلا جربتي هذا الروتين وحسيتي فرق بروتينك الصباحي تعالي ارجع للفيديو وكتبي تعليق حتى البنات هم يشجعون. هنا أنا أحب أنشف كل شي حتى يبقى يلمع، خصوصا المغسلة عندي حتى ما تتأذى همينة. مثل ما تشوفون كلها نشفتها. هذا الحمام خلصته ونظفته، طبعا انا خلف الكواليس غسلت التواليت همين، ما ادري استحي اشارككم بهذا الشيء. و
يعني هيك شيء خفيف يومي 10 دقائق ما راح تاخذ من يومي هوايه، بالعكس ثاني يوم الصبح راح اقعد اني جدا مرتاحه وراح اقعد القى كل مكان نظيف بحيث اللي يبقى لي كنس مسح مسح اخشاب وطبخ وها هي. فانتم متخيلين ايش قد راح يصير عندي وقت كبير. طلبوا مني حلا يكون سهل وسريع وحصرا بالنوتيلا، فهذا اسرع حلا ممكن تسووه صدقا، يصير بخمس دقائق. كل اللي راح نحتاجه توست ونوتيلا والتوت شيء اختياري، تقدرون تستغنون عنه او تستبدلوه باي شيء، بس انا احب طعم التوت ويا النوتيلا. راح اشيل الاطراف وراح افتحها بالشيبات للتوستايه. طبعا هاي الاولى شوي عندي انقصت غلط فلذلك، واخلي بيها نوتيلا. على فكره هذا النوع الحلا كلش كلش طيب، اذا سويتوه راح تدمنون عليه، واني دائما انصح للحلا المنقذ لانه يصير بدقائق. اوكي راح نخلي نوتيلا اخلي توتياتي توت صغار صغار لان كلش احب طعمه ويا النوتيلا. ارجع واكد انه التوت اختياري، ما متوفر تستغنين عنه تماما. راح اكمل الباقي كله وارجع لكم. هاي من الاطراف حاولوا سدوها بهاي الطريقه حتى ما يطلع عندكم ويا القلي. طبعا الطاوله على النار راح اخلي زبد وراح انتظر يذوب وبعدها ارجع لكم. انا راح اقليها بالزبدة على وجهين الى ان يشقر الوجه، وحاولوا انه التوست يمتص الزبدة حتى ينطيها نكهة هواية اطيب من اسرع الحلويات. فعليا تاخذ بيدك بس خمس دقائق، سهلة سهلة وطيبة طيبة. طبعا انا هسه للتزيين ذوبت نوتيلا هذا شكله بعد ما قليتهم. انتوا حرين ممكن تقدموها بهذا الشكل، بس انا احب ازينهم مثل ما متعودين علي، لان عندي دائما العين تاكل قبل البطن، فأحب أنطيهم فالتزيين خفيف. راح أرش عليهم رشة فستق حلبي. ما أنه أنا محشيتها بالتوت راح أخليها متوت على الوجه. يا سلام خلص الطلب اسهل واسرع منه ماكو. اكثر شيء انتظره بعد كل حلو اسويه وياكم بالقناه هو الذوق. انا صراحه لما اسوي حلو يعني احنا بحدنا بدون تصوير، انا قاعده اسوي واكل بس للتصوير لازم انتظر، فراح اذوقها هسه وياكم. تخبل. انصحكم هسه تقومون تجربوها، لا تنتظرون الباكر، هسه قوموا وبس. والله واللي هنا وصلنا لنهايه الفيديو، انا بعد ما اتحمل اريد اروح اكل. احبكم كل شيء هواي، مع الف سلامه وباي باي.